مساحتنا التالية رح ننتقل ونحكي عن التغذية ونسلط الضوء فيها على المعلومات العامة عن شهر رمضان المبارك وعن زيادة وخسارة الوزن وشو هي الأوقات الصح لممارسة الرياضة وأسئلة كثيرة بتهم كتار وخاصة مرضى ارتفاع الضغط والسكري خلال الشهر الكريم وكيفية الصيام الصحيحة. رح نحكي أكثر ونستفيد مع أخصائية التغذية علياء خليفة، هي استشارية في التغذية الصحية والحميات. أهلا وسهلا فيكي، سعد صباحك، رمضان كريم عليكم. أهلا وسهلا، سعد صباحك عن جديد. خلينا نحكي، كثير من الصبايا هلا عم بيعانوا من الوزن الزائد وبالأخص بظل أزمة كورونا، وبعدين إجا شهر رمضان الكريم. لو هن عم بيعملوا مثلا دايت، عم بيعملوا رياضه، عم بيلعبوا رياضه بس ما عم بيقدر ينزل وزنهم، صار في عندهم ثبات بالوزن، خلينا نحكي عن الاسباب وكيف ممكن تساعديهم ليقدروا يتخلصوا من الوزن الزائد. يسعد صباحكم عن جديد. اولا بدنا نحكي عن اسباب ثبات الوزن العامه. ممكن يكون في عند الصبيه او الشخص اللي حابب ينزل وزنه فقر بالدم، ممكن يعملنا ثبات بالوزن. نقص فيتامين د بيعملنا كمان ثبات بالوزن. كسل وخمول الغده الدرقيه كمان في عندنا هي الاسباب. بالنسبه لشهر رمضان المبارك ممكن يرجع الاسباب لعده اسباب. اولا في عالم ما بتتسحر بتفكر انه انا اذا وقفت وجبه من الوجبات ممكن نزل وزن. لا، هذا الشيء كثير غلط، لان احنا عم نوقف عمليه التمثيل الغذائي بجسمنا. ممكن يكون قله شرب المي، يعني انا قليل عم بشرب مي، ما عم بشرب الكميات الكافيه من 8 ل 10 ل 12 كاسه بالنهار. ممكن كمان يكون سبب انه الاكل اللي عم باخده اعلى من كميه الطاقه المصروفه. تمام، انه انا ما عم بصرف كثير طاقه، نشاطي خامل، ما بتحرك كثير، ما في رياضه، فهون ممكن يكون اي سعرات حراريه زياده عم باخذها عم بتاثر على وزني. ممكن انا بكون ما عم بحسبها صح، يعني انه انا عم باخذ بس ما عم بعرف قديش عم باخذ. يعني ممكن في عالم يعني بتستهون بكاسه العصير وما بتعرف انه مثلا كاسه عصير فيها 300 الى 400 سعره حراريه. تمام، بيكون تمام. ممكن الدايت غلط، في عندنا اليويو دايت، هي اللي بيعملوه 3 ايام بعدين بيوقفوا بعدين بيردوا بيرجعوا، هذا بسموه اليويو، مثل اليويو طالع نازل، هذا كمان بيؤدي لثبات الوزن. ففي كثير من الأسباب اللي عنا بتأدي لثبات الوزن. نعم علي، خلينا نحكي، يعني نحن حاليا كنا بالفترة الماضية وما زلنا بحالة حذر وأخذين حذرنا من الأكلات لزيادة وتقوية جهازنا المناعي، ولكن خلال شهر رمضان المبارك لازم نستمر بهذا الشيء. في كثير من المشروبات، في كثير من الأغذية هي ضارة ويمكن بتضعف جهاز المناعة وحتى ضارة على مرضى الضغط والسكري. خلينا نحكي عن شو لازم نبعد عن الملونات، عن السكريات الزيادة، عن الدهون الزيادة. مثل ما بنعرف يعني لو شو ما كان سفرة رمضان بدها تكون ما لذة وطاب. تمام. هلا بالنسبة لنحكي عن الصيام بشكل رئيسي بقوي جهازنا المناعي. النقطة الرئيسية انه الصيام بقوي الجهاز المناعي عنا. كيف بدنا نقوي؟ بالانتظام بالسحور. خلينا نعرف انه السحور بيعطينا طاقة طول النهار، أنا وقت بيكون جسمي قوي فهون حتكون مناعتي قوية. أنا دائما بحرص على فترة السحور. بالنسبة لشو بدي أخذ، شو بده يقوي مناعتي، مثل ما بنعرف فيتامين د اللي دائما بنحرص على أنه نذكره هو بيقوي لنا المناعة. الأغذية الغنية بالزنك كمان بتقوي لنا المناعة. الفواكه والخضروات دائما نحرص عليها. الألبان والأجبان اللي غناها بالبروبايتك كمان كتير مفيدة. الأغذية الغنية بالفيتامين سي كمان بتقوي لنا المناعة. النوم، خلينا نقول نحكي عن النوم قديه مهم لتقوية جهازنا المناعي. هلا في عندنا اضطرابات بالنوم وعم يقلب نهارنا ليل وليل نهار، فهذا كثير غلط كمان، فخلينا نحرص كمان على نومنا الليلي. اكيد. هلا خلينا نحكي كمان، عم يسالوا افضل وقت لممارسه الرياضه، بيقولوا قبل الفطور، لا بعد الفطور مثلا بساعتين، انت شو بتنصحي للواحد انه حابب ينزل وزنه، ايمتى افضل وقت؟ تمام، هلا بدنا نحكي على حسب النشاط الرياضي. انا اذا بدي نشاط رياضي خفيف مثل المشي، مثل ركوب الدراجه، هي شغلات خفيفه انا بعملها قبل الفطور بساعه انكترت. يعني ما فينا اصلا هلا، اصلا ما فينا بعد الفطور. تمام. لا، ممكن تكون بالبيت انك تلعبي رياضه قويه شوي، او
وعندك حديد او بدك تلعبي نط حبل او اي شيء مجهد، فينا نلعبه بعد الافطار بساعتين بعد ما نكون هضمنا وكل شيء خالص وجسمنا وجهازنا الهضمي مرتاح، فينا نلعب رياضه بعد بساعتين. هيك بنلاقي في يعني في استفاده من الموضوع للي حابين ينزلوا من وزنهم او يحافظوا على وزنهم. يعني بعد الفطور بساعتين يلعبوا الرياضه أو وقبل إذا بدهم قبل الفطور بساعة واحدة رياضة بس خفيفة مثلا مشي مثل المشي. أنا لحتى وصل حتى لأنه عم بصرف أنا سوائل عم بصرف بس بصير قبل الأكل بساعة؟ إيه تمام فينا نمشي يعني إنه كمان إيه فينا نمشي. المشي كتير مفيد لأنه أنت وقت اللي بتوصلي لفترة الفطور ساعتها حتاخدي البروتينات اللي حتشتغل على عضلاتك، ساعتها ما حيصير في عنا هبوط بالسوائل هبوط بالسكر، حتوصلي للفطور وأنت جاهزة إنه لجسمك يقوى. نعم عليا، خلينا نحكي ايضا عن الاهتمام بالمأكولات والمشروبات الرمضانية. يعني خلينا نحكي بالبداية بيقولوا لازم ناخذ كاسة مي بنفس حرارة الغرفة، لازم نكتر تمر، لازم ناخذ شوربات. يعني خلينا نحكي قديش اليوم مهم هو الجسم، ان كان بدك تعملي ريجيم او ما بدك تعملي ريجيم بالصيام على الافطار، قديش مهم انك انت تعوضي يعني صيام ساعات كثير طويله. تماما. هلا نحن بالنص الثاني يعني او اقل من شهر رمضان المبارك، لازم نرجع للركائز الاساسيه اللي بلشنا فيها ونكمل عليها. يعني انا فطوري بدي اقسمه لقسمين، اول قسم بدي اخذ مثل ما حضرتك تفضلتي تمر ومي بدرجه حراره الغرفه، وكمان ممكن كوب من الشوربه ريح حالي ربع ساعه، بعد هيك برجع للسلطه، بعدها ممكن الوجبه الرئيسيه اللي بتحتوي على البروتينات والنشويات، بعد هيك بساعتين ممكن انه يعني ريح ساعتين، بعد هيك يعني دائما الحلويات ضروريه واجباريه نحن على مائدتنا دائما هيك يعني، وهذا غلطنا كيف بدي اقول لك. فنحن بناخذها بعد بساعتين، وممكن تكون اذا كانت من اعداد المنزل بيكون احسن، اذا نحن حطيناها وعديناها بالمنزل بيكون احسن. خلينا ناخذ كل ساعتين وجبه هيك لحتى نوصل لفتره السحور، لحتى نحن نطبق نظريه او رجيم الصيام المتقطع واللي هو بينظم عنا او بيساعدنا على حساسيه الانسولين، حساسيه الجسم للانسولين، حتى بيساعد مرضى السكر بهي الطريقه، حتى تخفيف في عالم بيوصلوا لمرحله ما تقدر اخذ نفس، يعني النفس ما بقى يقدروا ياخذوا. هذا الشيء كمان خلينا ننوه عنه قديش غلط، هذا كثير شيء غلط. هلا في كثير اخطاء نحن بنقع فيها بشهر رمضان المبارك، منها مثلا انه نحن وقت اللي بنتسحر ودغري بننام، هون بيكون يعني هذا شيء كثير خطا، لازم على الاقل حتى السحور عم بياكلوا اكل دسم مثلا، في منه مثلا ما عم بيعرفوا السحور انه لازم يكون خفيف، لازم يكون غني بالبروتين، لازم يكون غني بالعناصر الرئيسيه الاساسيه الخضروات اللي بتمد جسمي كليه بطول النهار. تمام، بدي اياها فيها بروتين، فيها كربوهيدرات معقده، يعني خبز نخاله خلينا نتعود، مثلا بيضه، اذا حابين نشرب منبهات ممنوعه على السحور، ولكن اذا حبينا ممكن ناخذ كوب نعنع، كوب مليسه، اي شيء زهورات فينا ناخده. ما نكتر سوائل على السحور، هذا كثير شيء غلط. بالنسبه حكينا بالنسبه للصوديوم نقلله، بالنسبه للاغذيه الغنيه بالصوديوم مثل المخللات والمعلبات واي شيء معد والشوربات المعده سابقا الكريميه، هي كلياتها بدنا نوقفها بشهر رمضان المبارك. ناخذ الاغذيه اللي فيها بوتاسيوم واللي بتمدني، ما بتخلي في عندي جفاف بجسمي، بتمدني بالطاقه كل النهار. قلتي لنا كل ساعتين في وجبة، لو تكون مثلا خفيفة أو في شوي حلو أو مدري كيف، خلينا نحكي عن أهمية إنه التقسيم اليوم لأجزاء. يعني مثلا أنا الوجبة مثلا لازم مثلا بعد ساعتين أكل، أترك مثلا حالي مرتاحة، ما يصير عندي تخمة. خلينا كمان نحكي عن المشاكل ممكن يصيبها والأخطاء اللي عم يتصرفوها بعض العالم برمضان الكريم. هلا مثل ما حكينا إنه قسمنا وجبة الفطور لقسمين، بعدها بساعتين ساعتين هيك بنمشي ساعتين، لأنه نحن عندنا 8 ساعات إفطار بس، كل ساعتين إذا أخذنا لنا وجبة، كل ساعتين وجبة عفوا أو سناك، فينا ناخد المي خلينا نقول كل ساعة ناخد لنا نص كوب، أو فينا ناخد كوب إن كترت يعني كل ساعتين كوب. مثلا ياخدوا مثلا كمون وليمون مثلا، قديش كمان شيء مفيد لإنقاص الوزن ومنه كمان سوائل للجسم.
هلا سواء الشاي الاخضر تمام، بس ما يكون مثلا مثل الكمون والليمون في منهم بيحطوا له ملح، هذا شيء غلط. تمام انه ناخذه بس كمون وليمون كهو كشيء طبيعي. فينا ناخذ زهورات، السوائل اللي كلياتها زيرو كالوريز فينا ناخذها امتى ما بدنا امتى ما بنحب. تمام هذا كتير شيء ضروري. إذا بدنا نحكي عن الأخطاء أو حضرتك قلتي ممكن أعراض ممكن نتعرض لها مثل الإمساك، هي نتيجة إنه نحن ما عم ناخد أغذية غنية بالألياف، نحن ما عم ناخد أغذية غنية بالماء، ما عم ناخد أغذية غنية بالبوتاسيوم، هي كلياتها ممكن تسبب لنا إمساك. في منهم بيعانوا من الصداع كمان نتيجة كمان قلة السوائل وقلة النوم. كمان تمام. ممكن يعني في كثير من الاعراض اللي ممكن ننفخها، عسر الهضم نتيجه للاكل اللي عم نفوته مع بعضه والخطا اللي قاعدين عم نرتكبه وقت الفطور او وقت السحور. نعم عليا نحن كثير بدنا نشكرك، شكرا كثير لك وشكرا على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ورمضان كريم ينعاد عليك وعائلتك واهلا وسهلا فيكي. يعطيكم العافيه. اكيد بنشكرك لوجودك معنا وشكرا على نصائحك القيمه، واكيد الكل استفاد منها. شكرا لك عن جديد. شكرا.